أنا حاسة بالذنب كتير هلأ، وإنتي معك كل الحق، بنتك براغيا مانا حامل، بس في حدا طلب مني أعمل هيك وقال لي إنه براغيا هي المسؤولة عن تدمير حياة حدا تاني. أنا كذبت لأني فكرت إنه هيك عم ساعد حدا وانقذ له زواجه. أعطوني أسباب غلط لزور التقارير وقالوا لي إنه بنتك مو منيحة وعم تأذيهم كمان، وبعدين هددوني إنه إذا قلت الحقيقة لحدا هنن رح يدمروا حياتي ويسكروا لي عياتي كمان. عم تعترفي إنك عملتي شي غلط وعم تحسي بالندم لأنك عملتي هالشي، بس أنت أكيد عندك فرصة وعندك وقت لحتى تصلحي غلطك إذا أجيتي معي وخبرتي الكل بالحقيقة واللي صار. لو سمحتي تعي معي وساعديني. يلا تعال إذا بتريد. يلا